علشان المدام الحجة اللي كتبت المقال ده تفهم هي بتعمل ايه وانها تغرد خارج سرب الإنسانية اصلا، لازم تشوف ازاي الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى تحقيق مستقل في مقابر غزة الجماعية. ما تكتبش ايه على كده ليه؟ يتكلم عن الخطورة الداهمة من جراء الهجوم على رفح، ما بتكتب لناش هي مقالات على ده ليه؟ خليني اخد معانا على تليفون دكتور مجيد بودن، استاذ القانون الدولي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك دكتور مجيد. يعني مهم عندنا ان احنا نعرف لماذا يصمت العالم حتى هذه اللحظه دون اتخاذ اجراءات حقيقيه او فاعله او تنفيذيه تجاه كل ما يحدث على الاراضي الفلسطينيه من قتل وحرق، وليس فقط محاولات التهجير، بل وصلنا ايضا الى مقابر جماعيه، بل انه بعض الجثامين وجد عليها اثار للحرق والتعذيب بل ونزع الجلد سلخ. هذه الجرائم هي جرائم موثقة، وصارت الآن ليس فيها أي حد من الشك، وصارت أدلة ثابتة، وهي أدلة موجودة أمام محكمة الجنايات الدولية، وكذلك هي موجودة أمام محكمة العدل الدولية. ولما نطقت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات لكي لا تستمر هذه الأعمال الإجرامية، فبالتالي كان مفروض على العالم أن يعتبر أن كل قرار من محكمة العدل الدولية له نتائج، وهذه النتائج منها أن يقوم العالم بوقف هذه المجازر، لأنها تصير مسؤولية جماعية لكل دولة وكل شخص في العالم. هذا ما يقوله القانون الدولي، وهذا ما طبق يعني منذ عشرات السنين، وما يطبق على أوكرانيا. ونرى أن هناك عدم تطبيق القانون الدولي فيما يخص فلسطين، وخصوصا ما يحدث في غزة الآن، وبالتالي هناك خرق للقانون الدولي، لأن عدم تطبيق القانون الدولي هو خرق للقانون الدولي، وبالتالي يجب ملاحقة الذين يخرقون القانون الدولي بالعزوف وبالابتعاد وبالامتناع عن التطبيق. ومحكمة العدل الدولية هي أحد المحاكم التي يمكن أن تقبل تلك الدعاوي، وكذلك محكمة الجنايات الدولية. وبالتالي الآن على الفلسطينيين وعلى الضمائر التي تريد الدفاع عن الحق أن تقوم بتلك الدعاوي، لأن هذا التصرف أي عدم تطبيق القانون الدولي على الفلسطينيين يعني أنهم لا يعتبرون الفلسطينيين ناس يعني بنفس القيمة، وهنا يعني هو هذا طعن لمبادئ القانون الدولي ولمبادئ الإنسانية التي يريد أن يحميها القانون الدولي. يجب أن نتذكر أن الفلسطينيين الآن اكتسبوا حقا مهما، وهو أن القانون الدولي يحميهم، وقالت محكمة العدل الدولية أن حقوق الفلسطينيين يجب على المحكمة نفسها أن تقوم بحمايتها، أي الفلسطيني الآن هم تحت حماية محكمة العدل الدولية، وبالتالي يجب السعي أمام محكمة العدل الدولية أن تواصل وتعزز هذا الدعم، لأنه التزام منها، وهذا هو الهدف الذي يجب التركيز عليه الآن. عظيم جدا، بشكرك جدا جدا دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي.